ما يقرب من 150 لوحة فنية نتاج عمل طلابي دام لعامين كاملين، تجسد في معرض رواق تحت شعار شذرة من مستقبل الفن التشكيلي الليبي. يشكل المعرض منصة مثمرة لرؤى الفنانين الشباب، ويعكس بصورة حية وملهمة التطور والحراك الفني الذي تشهده الساحة الثقافية في بنغازي. هو فن حقيقي، فن أنا واحدة من الناس اللي شهدت عليه، نعتبر نقدر نقوله ما بعد بداياته، شهدت عليه تدريبات كانت حقيقية جدا. قاعد النتاج تقريبا قدامكم، اللوحات قاعدة تحكي، مش محتاجين احنا نقوله، أكثر من 154 تقريبا لوحة لناصر ولطلبته، سنتين من الرسم، سنتين من التدريب. أنا فخورة جدا بإني أنا قاعدة اليوم نحضر في معرض زي هذا في مدينة بنغازي، معرض لفن حقيقي للوحات غاية في الجمال، متقنة جدا. تنوعت الأعمال الفنية المعروضة ما بين لوحات زيتية وأخرى مائية، علاوة على أعمال فنية تجريدية وتعبيرية تبرز مدى الثراء والتنوع في مشهد الفن التشكيلي الليبي الحديث. كما أشاد المشاركون بالدعم الذي قدمته إدارة المعرض لهم، مما أسهم في إنجاح هذه التظاهرة الفنية. هي كتجربة يعني حلوة، يعني لأن هي بالنسبة نحكي عن نفسي، هذه أول مرة يعني نحب الرسم من صغر، بس يعني أول مرة يعني نخش نرسم بالألوان الزيتية، فكانت حلوة. هي الحلاوة أنك قد عندك هواية وتطلعها يعني تنميها، حتى لو كان جات متأخر يعني في عمر متأخر، بس برضو حلوة. هي أي أول مشاركة. بالنسبة للنقد يعني طبيعي يكون في نقد، يعني لأن الآراء يختلفن، وطبعا يعني إحنا كأول مشاركة يعني ما زلنا بداية الطريق يعني، بس برضو يعني كانت تجربة حلوة والله. يعد معرض رواق محطة بارزة في مسيرة الفن التشكيلي الليبي، حيث يسهم في إبراز مواهب الفنانين الشباب وتسليط الضوء على رؤاهم الإبداعية المستقبلية، كما يعزز مكانة ليبيا على خارطة الحراك الفني العربي والدولي. بين لوحات الزيت المذهلة والرسومات الحبرية الجذابة، يبرز المعرض الطاقة الإبداعية والتنوع الثقافي الذي يغذي الحركة الفنية في ليبيا. الفنانون المشاركون بمختلف خلفياتهم وأعمارهم في هذا البراح يعكسون من خلال لوحاتهم الثراء والتنوع الذي تمتاز به هذه المدرسة الفنية الناشئة في بنغازي. أحمد بن عاشور، اليوم، بنغازي.